نعم، يعني القصف المدفعي لم يتوقف على المناطق الشرقية لمخيم المغازي وأيضا شرق مخيمي أو مخيمي البريج والمغازي إلى الشرق من وسط قطاع غزة. وصل 3 من الشهداء لمستشفى شهداء الأقصى، هم طبيعة الحال من كبار السن، رجل وزوجته وأيضا امرأة أخرى. وصلوا لمجمع شهداء الأقصى شظايا بشكل كامل بأنحاء الجسد بفعل القصف المدفعي الذي كان عشوائي وعنيف جدا على مناطق شرق مخيم المغازي وأيضا شرق مخيم البريج. الغارات الإسرائيلية عنيفة جدا الآن على محيط شركة توليد الكهرباء إلى الشمال الغربي من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إضافة لاشتباكات مسلحة ما بين الأجنحة العسكرية وأيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة المحادية ومحور نتساريم إلى الجنوب الشرقي من مدينة غزة. سيارات مدنية هي التي تأتي بطبيعة الحال في هذه الأوقات لمستشفى شهداء الأقصى. قبل قليل وصل باص تابع للأمم المتحدة الأنروا وقام بإنزال طفلين لقسم الاستقبال، والآن طفل آخر كما تشاهد، هذا طفل، نعم، الإصابة يعني بالرأس وبالمنطقة العلوية، وأيضا على ما يبدو أيضا هذا شهيد. نعم، بطبيعة الحال ما يصل لمستشفى شهداء الأقصى هم من الأطفال والنساء، إضافة لأن الشهداء أيضا هم من كبار السن. الآن تصل أيضا سيارة مدنية أخرى، أيضا نستمع لصوتها، الآن ستدخل يعني ساحة مستشفى شهداء الأقصى. هذه الإصابات التي تصل تباعا هي بفعل القصف المدفعي العنيف على أطراف شرقية وأيضا وسط مخيم المغازي وأيضا وسط مخيم البريج. هذه هي سيارة كما تشاهدوا محملة على ما يبدو بالإصابات، لكن لا نعلم من بداخلها. نعم، الآن طفل، أيضا يتم إنزال طفل كما توقعنا، عبر سيدة تقوم بحمل هذه الطفلة، الآن تقوم بالإسراع والدخول لقسم الاستقبال. جل الإصابات التي تأتي هنا حتى هذه اللحظة منذ ساعة ومنذ يعني خرق الاحتلال الإسرائيلي للهدنة الإنسانية هي من الأطفال والنساء من مخيم المغازي، بعد أن قصف الاحتلال منازل المواطنين بالقذائف المدفعية وقصف أيضا أراضٍ زراعية وقصف أيضا منزلا بالنصيرات وأيضا لا يزال يقصف أهداف في محيط منطقة نتساريم. 3 من الشهداء وقبل قليل ربما الشهيد الرابع الآن يصل لثلاجة الشهداء بفعل الغارات الإسرائيلية على وسط قطاع غزة. لكن بطبيعة الحال ما هو مؤكد بأن الاحتلال استهدف أحد منازل المواطنين في مخيم المغازي يعود لعائلة قنديل، أدى ذلك لارتقاء الشهيد ورب الأسرة وزوجته، إضافة لسيدة نازحة كانت في هذا المنزل. 3 من الشهداء مؤكد لدينا حتى هذه اللحظات بانتظار تفاصيل الشهيد الرابع الذي مر من أمامنا قبل قليل، وعدد من الإصابات التي وصلت تباعا لمستشفى الشهداء الأقصى. بطبيعة الحال الغارات الإسرائيلية يعني لم تتوقف منذ ساعة حتى هذه الساعة، نستمع ونحن معكم لأصوات انفجارات قوية جدا، الكل هنا استفاق، بدأ يحمل أمتعته، منهم من كان خارج المستشفى وعاد للمستشفى، ومنهم من كان بداخل الخيام ويعني خرج منها بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل وأصوات الانفجارات القوية. نعم، والعنيفة جدا في وسط قطاع غزة، مشهد أكثر ألما وأكثر وجعا. كانت آمال هؤلاء المواطنين وطموحاتهم بأن تستمر الهدنة الإنسانية وصولا لوقف إطلاق النار ووقف الحرب على غزة والعودة، أو تمكنهم هذه الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار من العودة. صحيح، يعني كانت الأمال بتمديد الهدنة.